شو نظرتك يا رئيس الجمهورية لإعادة بناء الدولة واسترجاعها بما يجعلها تقوم من هذه الفوضى والتدهور المعيشي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والأخلاقي وغيره والإداري وغيره؟ هيدا السؤال ما في جاوب عليه الوزير فرنجية ولا في جاوب عليه الوزير أزعور. لماذا؟ لسبب بسيط، لأنه هيدا السؤال بده يجاوبوا عليه بالدرجة الأولى الفرقاء اللي عم بيرشحون. إلى أي مدى سنسمح لفرنجية وإلى أي مدى سنسمح لأزعور بأن يبدأ عهده بحكومة ذات صلاحيات استثنائية بالمجال المالي والاقتصادي والاجتماعي والإداري وغيره، بما فيها تعيينات، بما فيها تطهير، بما فيها محاسبة؟ هل هؤلاء الفرقاء، هذا بالحوار لازم يكون موجود، وهذا ما يدعو إليه حزب الله ولازم يدعو إليه الطرف الثاني. مرشحين اثنين بدهم يخضعوا لامتحان من اللي بدهم ينتخبون، ما بدهم ينزلوا الباراشوت عليهم. أول سؤال، ما هو استعدادك لتعمل دولة من هالنوع حتى غصب عنا إذا اقتضى الأمر لتنقذ لبنان والشعب اللبناني؟ هيدا السؤال بعشرة مليون دولار. هل سيتخلون على الموضوع هذا؟ تبدأ النقطة من هالنقطة هيدي، هيك منوجه الحوار. أول نقطة منه. تاني نقطة بالحوار بأهمية الحكومة، هل أنت كرئيس جمهورية في محاولات الدول كلها إلى إبقاء النازح السوري في لبنان وإعطاء فيز للمسيح السوري وللكرد السوري وإبقاء الآخرين في لبنان مع كل الصراع اللي بيشهدوه نواب القوات ونواب الوطن الحر ونواب الكتايب ونواب حزب الله وحركة أمل ونواب التقدم الاشتراكي في كل ما يجري في مجلس النواب؟ هنالك خلاصة مشتركة بيننا جميعا كنواب عنوانها أن الدول الأخرى الغربية تحديدا لا تريد في المدى المنظور أن تعيد أي نازح سوري إلى سوريا، لا بل هي تقيم مؤسسات ومدارس ومستشفيات ورعاية. عنوانها أنك أنت اللبناني مفلس وشحات وعلى ظهرك بدنا نحط نستثمر هالفساد تبعك والإفلاس تبعك لنحط النازح السوري عندك من دون أفق. ما بيجاوبوك إلا الوضع لا يسمح بهالموضوع هيدا. هل أنت كرئيس جمهورية اسمك سليمان فرنجية أو اسمك جهاد أزعور مستعد أن تخالف توجيهات الدول الغربية وأن تستقتل في سبيل إعادة النازحين إلى سوريا بالتنسيق مع قيادتها وحكومتها ودولتها أيا تكن النتائج المترتبة عليك، أو رح تخاف على فيزا تروح على ابنك على أخيك على عمرتك؟